تعالي اقعدي يا حنان، انت جاي تقفي في المطبخ؟ هعلق الرز يا ماما واجي على طول. خليكي خليكي يا ماما، انا هاجي افتح الباب. طيب ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اهلا 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 يا مرات عم. ازيك يا ايهاب يا ابني؟ الحمد لله. ازاي احوالك؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ نحمده. انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد، بس ان شاء الله انا مش هطول. ما تقولش كده يا ابني، ده بيتك، احنا هنتعشى كمان شويه، خليك اتعشى معانا. خليها مرة تانية إن شاء الله. طب أسيبكوا بقى براحتكم. حنان من فضلك، أنا يهمني جدا تحضر الكلام اللي أنا هقوله. كلام إيه يا ابني؟ أنت كده وغشتني. أنا بلغني يا حاجة إن أنتوا بعتوا أرض الأنطرة. آه، عم صالح قال لكم؟ إزاي يا حاجة تبيعوا حاجة مش بتاعتكم؟ إيه؟ مش بتاعتنا؟ ازاي؟ ما تقولي لها يا حاج. اقولها ايه يا ابني؟ اذا كنت انا نفسي مش فاهمه. لا حضرتك مش فاهمه ولا مش فاكره؟ جرى ايه يا حاجه؟ انت ما تعرفيش ان عمي الله يرحمه كتب مبايعه بالارض لابويا من 30 سنه؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ولما ابويا باع الارض احنا بقى ازاي ورثناها؟ وازاي بناخد ايرادها كل شهر؟ قول بقى ان انت عرفت ان الارض هتتباع فجاي تقول اي كلام وخلاص. انا ما بقولش اي كلام يا دكتوره، ومش جاي ارمي بلايا عليكم. في مبايع للارض دي، والمبايعه دي معايا، ابويا وامي ما بيكذبوش. انا جيت النهارده عشان المفروض انتوا كمان تبقوا عارفين الحق فين وترجعوه لاصحابه. حق؟ حق ايه ده؟ بيقول حق؟ حق ايه يا دكتور اللي اهله سايبينه 30 سنة؟ طب ما تقول كلام عاقل كده عشان اقدر افهمك واصدقك. الظاهر بقى ان عم حسن كبر وبيخرف. لا بقى، روح اقعد مع ابوك وشوف بقى ارض ايه وورقة ايه، الكلام ده ما يخصناش خالص. اهدي يا حنان. اهدى ايه يا ماما؟ انت مش سامعة بيقول ايه؟ اهدي وقعدي. ابن عمك ما بيقولش كلام غلط. أبوكي الله يرحمه صحيح كتب ورقة مبايعة بالأرض لعمك حسن، وكلام ده من زمان، من قبل ما يموت بكام سنة. بس أنا مش عارفة إزاي نسيت حاجة زي دي. اللي أنت بتقوليه ده يا ماما، إيه اللي بتقوليه ده؟ ماما ماما ماما، أنت فاهمة بتقولي إيه؟ سمعت يا دكتورة؟ أبويا ما بيخرفش. أنا كان ظني برضو يا حاجة إن أنت كنت ناسية. ما هو مش معقولة هتكوني فاكرة حاجة زي كده وتمشي في البيعة كده عادي. يا ريت حضرتك تفهميها وتفهمي إخواتها، ولما يستوعبوا الموضوع نحدد ميعاد ونتكلم فيه، ونشوف بقى هنعمل إيه مع الناس اللي اشترت الأرض دي. دكتورة، إحنا عاوزين نحل المسألة ودي، مش عاوزينها توصل للمحاكم عشان نقف قصاد بعض. سامعة يا دكتورة؟ مش عايزين نقف قصاد بعض. ماما ماما، قولي ان كل الكلام اللي قلتيه ده مش حقيقي، مش حقيقي. انت تعبانه ومش مستحمله اللي بيقوله، فقلت تقولي له اي حاجه عشان يمشي، مش كده؟ اهدي بقى يا حنان. اهدى؟ اهدى ايه؟ اهدى ايه يا ماما؟ احنا في مصيبه. بعد ما خلاص رتبنا كل حياتنا على الفلوس دي، يجي حد كده يهدلنا كل حاجه؟ لو فضلتي تندبي كده يبقى احسن لك تروحي بيت. اندب؟ اندب ايه؟ اندب ايه يا ماما؟ انت لسه شفتي ندب؟
ولا اخواتي؟ اخواتي لما يعرفوا الموضوع ده مش هيندبوا، ده هيقلبوا الدنيا. اوعي تجيبي سيره لحد من اخواتك، الموضوع ده لسه فيه كلام. كلام؟ كلام ايه يا ماما؟ كلام ايه؟ ده انت بتقولي في ورقه مبيعه. ايوه بس الورقه دي بتاعت عمك حسن مش بتاعت ايهاب. يبقى الكلام مع عمك حسن. بصي انت بكره الصبح من بدري تاخديني توديني الاسماعيليه عشان اكلم عمك حسن وش الوش، بس ايه من غير ما حد بقى من اخواتك يعرف ولا حد يحس بينا، انت فاهمه؟ هيجرى لي حاجه يا ماما، انا هيجرى لي حاجه. ما هو ده اللي انا خايفه منه. امال انا عماله اقول لك اهدي يا حنان اهدي يا حنان ليه؟ مش مهم الفلوس يا بنتي، انت اهم عندي من كل فلوس. الحمل ده اهم عندي من كل حاجه. ده انا ما صدقت ان ربنا من عليك بحمل جديد وهيعوضك من اللي فات. اهدي يا حبيبتي اهدي عشانك انت وعشان صحتك. صحتك اهم من كل حاجه يا بنتي. ده المرض ما بيخليش الواحد يستمتع باي فلوس حتى لو فلوس الارض كلها. اهدي يا حنان اهدي يا حبيبتي. تعالي في حضني، تعالي يا حبيبتي اهدي كده وصلي على النبي. انا قلت لبابا نيجي يتغدى معانا بكره. انا عايزه اتجوز فبينكم بقى، قلت له على كل تفاصيل الارض، ما قدرتش بصراحه ان انا ما اقولوش. عارفه انا بعلم بمستشفى، مش مهم في الاول تبقى مستشفى كبيره، بس انا بقى هخليها اهم مستشفى في مصر، وتقلي ابويا واخواتي مش هيعترضوا على الفكره دي. احسن مشروع يحطوا فيه فلوسهم. يا ابي حبيبي خلينا على الارض شويه، ما اظنش الموضوع هيبقى بالسهوله دي. بقول لك مرات عمي اعترفت بالموضوع، بس الست كانت ناسيه ما بتكدبش. ابويا قال لي انها ست بتاعت ربنا وحقانيه. ما هي العقده مش في مرات عمك، المشكله في ولاد عمك. لو حد منهم اصر ان الارض دي بتاعته يبقى الموضوع ده مش هيبقى سهل. ودول سته، يعني كل واحد فيهم اكيد عاش الحاله وقعد يحلم هيعمل ايه بالفلوس دي كلها زي ما انت بتحلم اهو. من حق كل واحد ان هو يحلم، بس المهم الحق مع مين ومين بقى اللي هيحقق الحلم ده. ان شاء الله خير، انا حاسس بكده، اكيد في خير. انت لما رحت قابلت مرات عمك كانت لوحدها؟